هذا الأخ يكتب لي كلاما طويلا، لكن أهم ما فيه أنه يقول في آخر رسالته، يقول: إن نريد منك أن تنتقل إلى مرحلة الفعل والعمل والتطبيق، وإن لم تفعل فسيكون لنا مواقف منك لا يتوقعها أحد. وأشهد الله أني ما قلت هذا الكلام إلا لأنني أشعر بحرقة لا يعلمها في قلبي إلا الله، وأنا لست إلا باحث عن الحقيقة. أيها الحبيب، قرأت رسالتك ونظرت فيها جيدا، ولكن مثالك ومثالي ومثال الكثيرين من أمثالك بالنسبة لأمثالي وكمثال أولئك الذين قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. القضية شرحتها تكرارا ومرارا، إنما أنا فرد واحد منكم، لا أملك زيادة عن الذي تملكون إلا صرختي وصوتي وندائي، ولا أملك من الإمكانات ولا من القدرات ولا من الطاقات ما يجعلكم تتواكلون علي بأنني المخلص وبأنني الرجل الأسطوري وبأنني الشخصية التي خرجت من الغيب وستؤمن لكم نجاتكم وعزكم وخلاصكم. إنما دوري أنا أيها الأحبة هو أنني أدعو الأمة، أستنهضها، أرسم لها طريقها، أكشف لها عدوها من صديقها، أسقط الأقنعة عن المؤامرات، أصنع الوعي الناضج حتى تعرفوا ماذا يراد بكم وماذا يراد منكم، أشد على يد كل عامل، أنادي كل مخلص إلى أن يقترب. ولكن إلى الآن كثيرون من أمثال هذا الأخ لا أعرفهم، ما رأيتهم في مواقع العمل، ولم يتقدموا لطلب تكليف أو واجب يتحملونه، جولة دعوية أو تهيئة أو تعبئة أو برنامجا يؤدونه هنا وهناك. إنما القضية هي متابعة ومراقبة ثم تحميل للواجب. ما أقام الله عز وجل نصر هذه الأمة على الأفراد أبدا. خالد سيف الله، ولكن لولا جنود خالد ما استطاع خالد أن يفعل شيء، والدليل أنه في مؤتة انسحب أيها الأحبة، لأن هجمة الأعداء كانت شرسة ومن معه كانوا قلائل. سيف الله ينسحب في مؤتة من أمام الأعداء ومن الزحوف، لأنه كان هناك إبادة محققة لقلة العدد الذي معه وكثرة هجمة العدو. كيف تريد من رجل واحد أعزل لا أملك من القدرات والإمكانات، محاصر مطوق يحارب بكل سلاح بكل وشاية بكل إشاعة، يتآمر عليه في الليل والنهار، يباع ويشترى في الصفقات السرية، كيف تريد من أمثال فرد واحد يعاني ما يعاني في ليله ونهاره ويتحمل ما يتحمل ما لا يعلمه إلا الله، ولو نزل بعضه على الجبال لاندكت، وعلى شم الرواسي لزلزلت من مكانها. كيف تريد من رجل واحد أعزل أن يحمل عنك وعن أمة المليار واجبهم في ظل هجمة تواطأ فيها الكفر علينا بمجموعه، وجاءونا زحوفا من كل مكان وتداعوا علينا كما تداعت الأكلة على قصعتها. يا أيها الحبيب، يا أيها الحبيب، إن شعار اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون شعار الهزيمة، وشعار لن يولد نصرا أبدا. وإن الدين ليس ديني، إن الدين دين الله، وأنتم جميعا مسؤولون عنه، الكل مسؤول عنه، والكل يجب أن يتقدم ويأخذ دوره الجاد في حفظ أمته ورد الهجمة عن الأعداء وتعبئة الأمة وإيقاظها من سباتها، تعليم جاهلها وإرشاد ضالها، والأخذ على يدي العاصي لعله يتوب، والعمل في الليل والنهار بشكل دؤوب حتى نصنع من هذه الأمة أمة متماسكة متحابة متوحدة متراصة. إن واحدا أو عشرات أو مئات لن يستطيع أن يرد هجمة عدو بهذه الشراسة، لن يستطيع أن يتصدوا للطابور الخامس بكل فتنه ومحنه. حيرتنا هذه الأمة، ماذا تريد منا؟ ماذا تريد أن نفعل؟ أو نتصدى لهجمة الأعداء ونرصدها في كل مكان، أم نتحمل إجرام الطابور الخامس واليد السبائية السلولية التي تطعن في الظهر والخاصرة على مدار الساعة، أم نلتفت إلى أولئك الذين يبيعون ويشترون بنا بالإشاعات والوشايات والتقارير الزائفة حتى يوقفوا صوتنا وصرختنا،
أم نلتفت إلى أولئك الذين سلوا خناجرهم المسمومة يطعنون بها لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، أم نتفرغ لأولئك الذين ينحرون الفضيلة على قارعة الطريق ويكتمون صوت الحق جهارا نهارا، أم نتفرغ لجهل الأمة أم تخاذلها أم إلفها لذلها أم إدمانها لعارها؟ ماذا يمكن أن نعالج وأي جانب نلتفت إليه؟ وما زال أمثالك يا أخي يريدون الرجل الفرد الفذ الأسطوري الذي يعالج كل هذه الطامات ويتحمل كل هذه الضربات ويصمد أمام كل هذه الهجمات. أيها الأحبة، إن لكل عبد مكلف طاقة وقدرة واستطاعة، إذا انتهت مسؤوليته أمام الله عز وجل وما عاد يحمله أكثر من ذلك، ويبقى الإثم على من خذله والإثم على من خالفه والإثم على من باع واشترى به والإثم على من وقف يتفرج عليه وهو يتهاوى أمام التتالي الضربات دون أن يتقدم ليأخذ دوره ولكي يأخذ موقعه. يا هذا يا أيها الحبيب، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت أبنيه وغيري يهدم، فلو ألف بان خلفهم هادم كفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم، فكيف ببان خلفه ألف هادم. أسأل الله الثبات لي ولك، وأسأل الله ألا أخرج عن الطريق تحت الضغوطات، وأسأل الله أن ألقاه قريبا عجلا، أخرج من دنيا العار والذل والتخاذل والخذلان، وأقول رباه ها أنا بين يديك، فعلت الذي أستطيع، ولكن قتلتني أمتي قبل أن يقتلني أعدائي.